عاصمة خطاب السيد. Thank you.
صاحب الجلالة يخاطبكم. وبالتزامهم بالدفاع عن مقدسات الوطن
والمساهمه في تنميتها. وتعريفات وتعزيزا لاشتباك هذه الفئه بالوطن، قررنا احداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون شان المغربي للخارج، وذلك من خلال اعاده هيكله المؤسسات المعنيه بها، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين والتجاوب مع حاجياتها الجديده. لهذا الغرض وجهت الحكومه للعمل على هيكله هذا الاطار المؤسساتي على اساس هيئتين رئيسيتين، الاولى لمجلس الجامع المغربي للخارج باعتباره مؤسسه دستوريه مستقله يجب ان تقوم بدورها كاملا في اطار للتفكير وتقديم الاقتراحات وان تنتعكس تمثيليه مختلفه في مكونات الجامعه. ولهذا الخصوص ندعو الى تسريع اخراج قانون جديد للمجلس في افق تنصيبه في اقل الاجل. اما الثانيه في احداث رئاسه خاصه باسم المؤسسه المحمديه للمغاربه المقيمين بالخارج، والتي ستشكل الدرع التنفيذي للسياسه العموميه في هذا المجال. وسيتم تقويم المؤسسه الجديده مهمه تجميع الصلاحيات المتفرقه حاليا بين العديد من الفاعلين وتوثيق اعداد الاستراتيجيه الوطنيه للمغاربه المقيمين للخارج وتنفيذها. وتدعو المؤسسه الجديده كذلك تدبير الاله الوطنيه لتابعه كفاءات المغاربه المقيمين للخارج التي دعونا باحداثها وجعلها وجعلها في صداره مهامها. وذلك لفتح مجال امام الكفاءات والخبرات وخبرات المغربيه للخارج ومراقبه اصحاب المبادرات والمشاريع. واننا ننتظر من هذه المؤسسه من خلال الاختلاط القطاعات الوزاريه المعنيه ومختلف الفاعلين ان تعطي دفعه قويه لتعطيل اللغوي والثقافي والديني لافراد الجاليه على اختلاف اجيالهم. ومن اهم التحديات التي يتعين على هذه المؤسسه رفعها تنسيق ورغبنة المصادر الإدارية القضائية التي تهم أبناءنا بالخارج. كما نحرص أيضا على فتح آفاق جديدة أمام استثمارات أبناء الجامعة داخل الوطنيين، فمن غير المعقول أن تقل مساهمتهم في حجم استثمارات وطنية خاصة في حدود فرصة المياه. سامي العزيز، إن الخصوصيات التي قدمها جيل المسيرة تحفزنا على المزيد من التابعة والإقبال قصد تجهيز المكاسب التي حققناها في تفسير مغربية الصحراء ومواصلة المادة التنموية التي تعرفها القانون الجنوبية. وبنفس الظروف يجب العمل على أن تشمل الإمارة التقدم والتنمية كل مواطن في جميع الجهات من الريف الى الصحراء ومن الشرق الى المحيط مرورا بمناطق الجبال والسور والواحات. ونختم هذه الذكرى المجيده لاستحضار قصرها الخالد وفعل الروح المملوك فيها وهدينا المنى عن جلاله الملك حسن الثاني رحمه الله ورضوانه وارواحكم الشهداء الوطن الابرار. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لك الحمد من المحامد كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل افضل الصلاه وسلم اتم التسليم على سيدنا محمد الذي ملأ قلبه من جلالك
وعينه من جمالك، فأصبح فرحا مؤيدا مسرورا، والحمد لله على ذلك. صلاة وسلاما يدومان بدوام ملكك العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم هذه أيدينا ممدودة إليك بالدعاء والرجاء، فلا تردنها يا رب خائبة، فإنك قلت وقولك الحق المبين، ادعوني أستجب لكم. أسألك باسمك الأعظم الأحب إليك المخزون المكنون لديك، أن تنصر مولانا أمير المؤمنين وسبيل سبيل المرسلين جلالة الملك محمد السادس نصرا عزيزا مؤزرا مبينا. واحفظه اللهم بعين عنايتك التي لا تنام، وبلغه بكلاءتك التي لا تضام، ومن عليه بالصحة والعافية، وارزقه دوام الصحة والعافية، واجعل التوفيق حليفه في مسيرات التنمية الوطنية التي يقودها جلالته بعزم وحزم. اللهم اجعل سعيه الدؤوب في سبيل إسعاد ورقي شعبه وطلبه سعيا مشكورا. خطير العين لولي العهد وطالب اليوم والسعد صاحب السمو الملكي الامير الجليل مولاي الحسن، واصلحه وانبته النبات الحسن، ومؤزرا بشقيقه السعيد صاحب السمو الملكي الامير مولاي رشيد وبباقي افراد اسرته الملكيه الشريفه، وأره في شعبه وفيما يسره ويرضيه. كما نسألك يا من وسعت رحمته كل شيء أن تتغمد بواسع رحمتك وعظيم رضوانك بطل التحرير والاستقلال مولانا محمد الخامس، ومبدع المسيرة الخضراء وموحد البلاد مولانا الحسن الثاني. اللهم بلغهما عندك مقاما كريما محمودا في جوار جدهما المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واشحن برحمتك الواسعة جميع شهداء الوطن الأبرار الذين أخلصوا لله والوطن والملك. اللهم احفظ وطننا المغرب بحفظك، وأدخله في حصن دكمنيع، وانصره على خصوم الوحدة والأعداء الوئام والأحلاف الفتن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.